في إطار سعي العراقي لبلوغ نقطة الاكتفاء الذاتي من إنتاج مادة البنزين والمشتقات النفطية التي يكلف استيرادها موازنة الدولة 4.5 مليار دولار، تكثف وزارة النفط جهودها لتطوير قطاع المصافي، وآخرها تمثل بإعادة افتتاح مصفات الشمال في بيجي بعد إغلاق دام أكثر من عقد. وبعد إعادة إعمار وتشغيل مصفى الشمال بطاقة 150 ألف برميل في اليوم ضمن مجمع الصمود في بيجي، فإن إنتاجه سوف يسهم في تغطية جزء مهم جدا من الحاجة المحلية من المنتجات النفطية. وكان من بين أهم أولوياتها في قطاع التصفية التي تهدف إلى زيادة وتعظيم الإنتاج الوطني وتحسين نوعيته وإيقاف الاستيراد وتوفير مبالغ الاستيراد لدعم خزينة الدولة. شركة توزيع المنتوجات النفطية التي أكدت وضع سقف زمني لإنهاء عملية استيراد الوقود بأنواعه لفتت في جانب آخر إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي للمشتقات النفطية مرهون باستكمال المشاريع المتعلقة بالمصافي. مدير عام الشركة طالب حسين أشار إلى أن تشغيل مصفى كربلاء ساهم بتخفيض استيراد مادة البنزين بحدود 7 ملايين لترا، بعدما كان العراق يستورد 14 مليون لترا، بالإضافة إلى إنهاء ملف استيراد منتوجي زيت الغاز والنفط الأبيض بعد أن حقق سقف الإنتاج في المصافي العراقية هدف الاكتفاء الذاتي. موضوع التحول الرقمي هو إنهاء أو انحسار الكتلة النقدية داخل البلاد، موضوع مهم، موضوع بجنبة أمنية لإنهاء موضوع السرقات، موضوع لدينا جنبة أخرى يتعلق بشركة توزيع المنتجات النفطية هو إنهاء عمليات البيع فوق التسعيرة وأي مخالفات أخرى. راح يكون هناك رقابة شديدة إلكترونية على محطات تعبئة الوقود. من جهة أخرى، حددت وزارة النفط الأول من نيسان أبريل المقبل موعدا لإنهاء التداول النقدي في محطات بيع الوقود. شركة المنتوجات النفطية التي أشارت إلى أن مشكلة تحويل الأموال من حساب المواطن إلى حسابات الشركة تمت معالجتها بعد أن شكلت عائقا. وحول نسبة مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني، أكدت أن النسبة الحالية تصل إلى 35% فقط.